إضافة قاعات متتالية وأقسام متتالية عليه حتى تواكب اتساع المساحة السورية واتساع طبعا الموجودات وكثرة الموجودات وتزايدها الموجودة في هذا المتحف. الميزة الثانية وهي طبعا ميزة هامة أن هذا المتحف اعتمد بموجوداته أو بعض موجوداته على إعادة ما تم ربما تدميره عبر الزمن أو من عوامل الجوية والعوامل الزمنية طبعا في الخارج على الأرض السورية ليستحضر إلى هذا المكان ويعاد بناءه في هذا المكان كما ذكرنا عند مدخل المتحف. عندما تتجول بين أروقة متحف دمشق الوطني دع في تفكيرك معلومة أساسية بأن ما تشاهده ما هو إلا متحف مصغر عن أرض أقيم على ساحلها وباديتها أعظم الحضارات. دع لنفسك القابلية التامة لمشاهدة أوابد عظيمة قلما تتواجد.